مهندس محمد فؤاد مدير التشغيل بمحطة نجع حمادي، محطة أسيوط ضمن المحطات الصغيرة منضمة لمحطة نجع حمادي. احنا جايين إشراف ومتابعة واستلامات في الشكل النهائي لمحطة أسيوط. محطة أسيوط بتتكون من 4 وحدات، قدرة الكلية للمحطة 40 ميجا وات، اللي بتستغل عن طريق المياه، سريان المياه. طبعا مش بتكلف حاجة على الدولة، غير هو عبارة عن السريان المياه بستغله بدل ما اعديه من البوابات بدون اي استغلال، لا بيدخل على تربينة، التربينة دي بتدور وتولد الكهرباء. طبعا دي بتنقل لشبكة الجمهورية الموحدة، بنقل على جهد 66 كيلو فولت. طبعا النقل بيوزعوه على الشبكة الموحدة. تمام، المحطة دي متكونة زي ما قلنا من 4 وحدات. دلوقتي التفنيق فترة الترايل اوبريشن للوحدة رقم 2 والوحدة رقم 3، واحنا دلوقتي في ولادي الجماعة بيتابعوا المحطة دي، بتكون مشغلة على مدار اليوم 24 ساعة، ما بتقفش خالص المحطة. عشان التكلفة، الكوست بتاعي بمجرد هو التكلفة الابتدائية للإنشاء، بعد كده خلاص انا بشغلها 24 ساعه، عكس طبعا المحطات البخاريه او المحطات الغازيه اللي هي دي بتكلف عن طريق الوقود وبتعمل انبعاثات حراريه. لا، هنا دي طاقه نظيفه جدا، عشان كده الدوله بتحرص ان هي تعمل كل شويه محطات مائيه. طبعا من اول السد العالي، اسنا، خزان 1، خزان 2، نجع حمادي، اسيوط، كل دي تبع شركه المحطات المائيه، بتستلمهم بتشتغل عليهم. التكنولوجيا طبعا مثالين هنا شركه المقاول، بيكون اندرز الالماني، تكنولوجيا عاليه طبعا، بنشتغل بسكادا، بحيث ان احنا هنا قاعدين واحنا في الكنترول ممكن نتحكم في كل حاجه في المحطه. قائمه انذارات بتيجي لنا، التحكم في الشبكه، في اي حدث، اي حاجه هتحصل في المحطه عن طريق الورديه هنا، مهندس الورديه بيقدر يشوف ايه اللي حصل، يقدر يتعامل فيها، ممكن يوقف الوحده، ممكن يشغل الوحده، ممكن يطلع قواطع، يدخل قواطع. كل ده بيكون موجود عن طريق الكنترول، غرفة الكنترول. طبعا بنظام شيفت، كل شيفت ده 8 ساعات، بيكون في مجموعة من المهندسين موجودين في الكنترول، مجموعة من الفنيين بيكونوا قاعدين متابعة الوضع تحت في المحطة. طبعا محطة أسيوط دي محطة صديقة للبيئة، بتوفر 700 مليون في السنة وقود، تكلفة الإنشاء بتاعتها بتكون منخفضة. طبعا الصيانات بتاعتها أو العمارات الجسيمة بتقعد وقت أطول من المحطات البخارية، بحيث إن المحطة وقت استهلاكها بتبقى العمر بتاعها مثلا على بال ما يعمل ليها تجديد تاني 20 سنة على بال ما يعمل تجديد. كل ده طبعا بستغل المعدل أو سريان المياه والطاقة النظيفة في إن أنا أولد منها كهرباء. طبعا دي بتوفر مبالغ كبيرة على الدولة.